ويعني هبدأ مع حضراتكم بالتعريفات، بس هبدأ مع حضرتك الأول يا دكتور في أننا نتحدث تفصيلا عن قرارات الرئيس بشأن تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة. في رأيك أهم الرسائل اللي حملتها كلمة الرئيس خلال هذه الاحتفالية، الرسائل اللي طبعا بتنعكس على ملف عمل المرأة بالكامل؟ طبعا بالتأكيد يعني شيء رائع. طبعا سيادة الرئيس أطلق عدة توصيات هامة جدا، ويمكن التوصية اللي حضرتك بتقولي عليها دي رقم 5 اللي هي خاصة بتحقيق الشمول المالي ودعم المرأة تكنولوجيا، وأيضا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة باعتبارها أن المشروعات الصغيرة هي أحد الأدوات التمكين الاقتصادي للمرأة وفتح مجال للتشغيل مزيد من النساء. ويمكن عايزة أقول لحضرتك أن دي أيضا قد تكون فتح مجال لتشغيل أسرة بقى كاملها، يعني المرأة ممكن تعمل مشروع لكن الأسرة كلها تشتغل من خلال هذا المشروع. فالجانب ده مهم جدا في موضوع تنمية المشروعات الصغيرة ودعم الاقتصاد المحلي والاقتصاد القومي. أنا في رأيي أن الثلاثة دول يعني مترابطين مع بعض، لأن تحقيق الشمول المالي بمعنى الوصول إلى الأسر البسيطة، الأسر الفقيرة، إلى المرأة اللي لديها دايما خوف من التعامل مع الجانب البنكي والبنوك، وبالتالي اعتقد ان الشمول المالي ده هو المدخل لتسهيل عملية الاجراءات، الحصول على مال والتعامل مع البنوك بشكل بسيط وبدون اي تعقيدات. استاذة سهر، الشمول المالي للمرأة، عايزة اسمع التعريف من حضرتك. طيب انا بس عايزة اضيف كلمة بسيطة. اتفضلي. لان الحقيقه فخامه الرئيس برضو اضاف حاجه ما كانتش موجوده للمراه على مر السنين كلها، الا وهي انشاء صندوق علشان يقدر يتكفل بالمراه في وقت ما في القضايا والتنازعات موجوده في المحاكم وبتاخد وقت طويل، والست ما عندهاش ساعتها في هذه الوقت في الوقت ده ما عندهاش عائل، ما عندهاش حد يشيلها. فدي الحقيقه مبادره غير مسبوقة، مبادرة جميلة جدا، ويشكر فخامة الرئيس عليها.